السلام عليكم خوتي خواتاتي داخل الوطن خارج الوطن، كدرتو؟ لاباس لاباس عليكم. كنسلم على دول العرب وعلى المغاربه ديالي، كنسلم عليكم بزاف بزاف. دابا جبت لكم لوستي باش غتوري لكم الطريقه ديال الخلعه، ديال الخلعه وديال الحزيم دبوم زوي وديال بوصفير. هي اللي غادي تشرح لكم كل شيء ديال الشقيقه حتى هي ايضا. يلا قدمي راه نفسك. خوتي المسلمين، كنشكركم على هذا الوقت اللي عطيتونا، وهاد الشابه اغنيات راها مهم. هادشي اللي كتوريكم خصكم تدعموها في هادشي ديالها البرنامج ديالها. وكيصونيو عليها الناس كيقولوا لا خصنا اللي يحزن بومزوي. انا كنحزن بومزوي، راه كيجيو الناس اللي عندنا ماشي دق بوصفر. الخلعه والشقيقه وبوصفر كنحيدها بهاد الفتيله هذه، كنشعلها بحال هكا، كنشعلها بهاد الفتيله بحال هكا، وكنهيب للناس هاكا هي شويه شويه شويه. عاوتاني اللي يدي اللي من هو الاول اليسر هو التالي، الكتاف الراس. داك الخلعه قد ما بنادم كتحط عليه الفتيله هاكا تهيب له هو كيقفز، الخلعه كتمشي بحالها. ملي كان اللي لقيت عنده بومزوي كنحزمو له كيبرا، ما كيبقاش عنده المشكله. واللي ما عندوش بومزوي غير بوصفر، واللي عرف فيه المكلفه هو كنسخن الملحه في المقله وكنكمل له كتافه وراسه، وكيجيب ربي الشفاء. والله سبحانه وتعالى هو اللي كيشافي وهو اللي كيداوي. الله سبحانه وتعالى كبير. مرحبا بكم اين كنتم، اين لقى شاف هذا الفيديو ديالي ولا شيء يتقدم. الله يجيب الرزق لنا وللجميع ولكم ولجميع المسلمين. وهذا الشيء ما كنتمناه، ما كنشرط شيء. الله سبحانه وتعالى هو اللي كيعطي، هو اللي كيقلع، هو اللي كيرحم، هو اللي كيشافي، هو اللي كيعفو. ها هي الشابه تغنيات، هي كل شيء البرنامج ديالها. انا غير دعبت معاه على هذا التوي، وحتى خويا كيتوي. حنا كلنا عائله كنكوي على هذه الوصفه، ولو على الشقيقه نكوي عليها المكلفه ايضا كما قلت لكم. دابا الحزيم ديال بومزوي كي كديري ليه؟ الحزيم ديال بومزوي كنجيب الشان، شي شان رطب باش ما يذبح المكرشو، وكنديرو لهم تحت الحوايج، وكنبرك انا نمسد تنمسد، وندير واحد الصبع ديالي في وسط السره ديال المريض، وبقى كيزدح داك بومزوي. كيجي شي واحد اخر المريض يحزم، ولا اللي حداه، ولا المريض يحزم، انا كيجي غير المريض، لا راجل ولا بنت ولا ولد، يجي غير المريض، يكون عندي غير انا والمريض، هو اللي كيحزم. حتى كيهبط الشان على يدي، ولا الدره كتهبط لي على يدي، عاد كنخطف يدي انا كنطلع داك بومزوي بحال بينا كاد البوطه، كيرتاح في البلاصه، ما كيبقاش عنده مشكله. وكنتمنى السعاده للجميع. وهذا الشابه هي كتوريكم، وغادي الخلعه، والخلعه اللي فيها الخلعه، اللي فيها الخلعه انا قلت لهم كما كان اللي بعيد كي غادي يدير، واش غادي يكوي راسو براسو ولا شنو؟ لا ما يكويش، ما كاينش داكشي بحال بومزوي يقدر يحزمو راسو. كي وريت لشي واحد تنغرت قلت له حزم بومزوي، ها كيدير ها كيدير، ودار وارتاح منه. وقال لي النهار اللي غادي نلقى الفلوس ونجيبه ونلقى باش نتحرك، غادي نجي عندك نكوي على مازال المعده كضرني، ومازال الراس كيضرني، ومازال فاشل، وليني بومزوي ارتحت منه، وريت له كيفاش يدير. الا بوصفر، الا ما كاش اللي يقطع فيه واللي يكوي عليه راه ما يبراش. وصفر ما خصوش الطبيب، خصو الدواء، خصو الكوي، خصو يكوي بالفتيله هكا باش يبرا. واخا حتى الاطباء تيلقاوه تيقول لك تيلقاوه تيعطي الدواء ديالو، تيعطيو الدواء تيولي مولا شويه. اليوم تلاقيت مع وحده، تلاقيت مع وحده في هذا البلاصه يقولوا لها مغص، مشيت انا نداوى على الروماتيز، لقيت وحده قال لك عراني الطبيب، وقال لي عندك فقر الدم، عندك بوصفر الكحل كتقي به، وتما درت لها البركه، تما كويتها وعطات لها وحده الشان وحزمت لها، ولات بخير ومازال غتجي عندي. والا طلعت لها في هذا وغادي تسمعني وغادي تجي، عارف شنو درت؟ مرحبا، اللي بغى يجي مرحبا بيه، اللي بغى يجي مرحبا بيه. غتحط النمره ديال راجلها، الا ما خدمتش ديالها تخدم ديال راجلها على الشاشه. وفي التالي اللي بغى يهضر في سويتو، اللي بغى يعيط عليها مرحبا، راه كاين الناس كيعيطوا عليها كيصونيو عليها، كيهزوا النمره من الفيديو ديالي تيصونيو عليها، تيجيو عندها حتى للدار كتكويهم وتيوليو لاباس. ماشي واحد جا ولا جوج، جاو من الرشيديه، جاو من طنطان، جاو من الرباط، دار البيضاء، دار البيضاء، من الخارج، جاو من كل بلاصه. هادو اللي جاو اليوم راه من الخارج، جاو مرحبا بهم. داك النهار جاو من عائلتهم في تاوشطوط، هما من الخارج وجاو، ودرنا اللي على قدينا،
كلشي على النيه، كلشي على النيه، كلشي على النيه، وربي هو اللي كيكمل كلشي على النيه. ها الشابه تغنيات هي غتوريكم الوصفات اللي بغيتوهم، غادي نوريهم لكم. والله سبحانه وتعالى كنوريهم انا الوصفات غير المجربين وطبيعيين وزوينين. انا كنبغيهم هاد المتتبعين ديالي حاجه اللي شركتها معاهم كتكون مجربه وبغيتهم يبارطاجيو لي الفيديوهات ديالي باش تطلع شويه القناه هذه بجودهم، بجودهم باش تطلع. هذه وري لهم النفع على القلب اللي درتها لهم، درتهم لنا القلب ضعيف، درتهم على المسكار خورا. انا مجربه من قبل التسعينات وانا مجربه هذا النفع الغليظ البسلاني مع مسكال حره. كيلو كيلو ديال النفع 400 ديال المسكال حره، نص كيلو 10 دراهم مع التمر، ومع رابعه 5 دراهم. باش نوريكم شحال ديروا المسكال حره في كيلو ديال النفع 400 في كيلو، نص كيلو ب 10 دراهم، رابعه ب 5 دراهم، وذحل التمره بلوحي العظم والعمره بداك العشوب اللي غادي تطحن في اونيكس. وريت لهم الطريقه، المسكال الحره مطحونه والنفع مطحون، مطحون مخلط وغادي ترمي العظم وتعمر التمره كل صباح ثلاثه. الا بقى عندك القلب مضرور ولا سخفان ولا دايخ انا معاك. ها هي غنقول لا مزيان مزيان، راني شركتها معاهم قلت لهم اللي عنده القلب ضعيف مزيان عندك هو، اللي عنده القلب ضعيف انا دابا كنشارك معاكم انا الوصفات غير اللي مجربين. داك التسميرات وداك هذا كلشي نافع، كلشي لا لا كلشي زوين وطبيعي. والمسكه الحره كتقهم، وداك التمر مذكور من عهد سيدنا حبيبنا الرسول صلى الله عليه وسلم. والحمد لله والشكر لله تعالى وتبارك. ونقول لكم اخوتي المسلمين، ما تخليوش الوقت يجي في العباده، ما تخليوش الوقت ديالكم تجمعوا الصلاه ديالكم راه ما فيهاش الغفور. وكنتمنى حتى اللي ما كيصليش يرد راسو للقبله، وكنتمنى كلشي يكون كما بغينا مع الله تعالى وتبارك. راه الدنيا فايته، راه ما كاين فيها ما يعجب. كنتمنى الله تعالى وتبارك يساعدنا جميع ويهدينا جميع ويرحمنا جميع ويكون معنا جميع ويهدينا، هذا الشيء ما كنتمنى. قولي عاوتاني نسيتي شي حاجه؟ لا ما نسينا والو. كنتمنى من المتتبعين ديالي الا بغيتو اللي بغى يتعالج بشي حاجه فيه بوصفير الخلعه اولا عنده بوصفير اولا عنده قرون عصبي راه صعيب، ها هي لوستي النمره غادي تحطها في الفيديو وهزوها صوني وعليها فين ما صونيتي عليها تقول لكم انا جايه. هي ما كتعقدش على الاجر، هي الاجر ما كتعقدش عليه، راه اللي بغى يجي عندها مرحبا بابا محلول، الكل شي مفتوح باب الدار ديالها، مرحبا بالناس اللي بغاو يجيو عندها. راه واخا الشفاء الله اللي كيشافي حنا غير سبان، ومرحبا ومرحبا. وكنتمنى هاد الفيديو المتتبعين ديالي يعجبكم، تبارطاجيو مع الناس اللي عزازين عليكم وديروا لي جيم. وشكرا، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.